يناقش اليوم مجلس الأمن في جلسته تقرير لممثل الأمين العام للأمم المتحدة إد ميليكارت عن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية بالعراق. يأتي هذا في الوقت الذي تبينت فيه مواقف التيارات السياسية في العراق حول هذه الجلسة التي ستنظر في أزمة تشكيل الحكومة، حيث حذر البعض من التدخل الخارجي في مصير الحكم في العراق، فيما شدد آخرون على أهمية احترام قرارات المجتمع الدولي بهذا الشأن.